صباح، السلام عليكم. صباحكم برو، نهاركم برو، شوف عندكم لاباس. ما نعرف وين كي دايرين، بس عليكم صح لاباس. المهم اليوم عندي خدمة، ما ناخد تاع تاع ثلاثة، يعني عندي الوقت. قلنا نديرو فلوغ هاد الدي اوف، ما عندي حتى السيمانة الجاية، يعني غادي نخليكم كتسنوا. قلنا نديرو ديديكاس للناس، لي كومونتار، واخا الكومونتار تخلال ما عليناش. هو كالتالي، غادي نمشي نفطر غير في سطور هنايا، بعد نمشي عند الحلاق، داكشي متقي ان شاء الله. ومن بعد الحلاق غنمشي نخلص التليفون، ومن بعد نرجع للدار ونمشي للخدمة. المهم نخليكم معنا. من بعد ما شرينا شدينا قهيوة باش نحل العوينة الصباح، فهمتي؟ فهمتوني ولا لا؟ سمعتيني ولا لا؟ مهم، مشاو عند الحلاق. بما أن الحلاق بعد من مول التليفون، يعني غنمشي نخلص التليفون هو الأول. خلص التليفون بعدا هو الأول، عاد نشوفو الحلاق. أن الحلاق غياخد ليا الوقت، ونصدق مع الطلب، ونصدق معه وخلص تليفون ونصدق عليه الصباح. نظافة من الإيمان. اليوم الشميشة، يا سلام، من بعد يومين ديال المعاناة مع الشتاء، حيت ما كاين ما يدار، جالس في الدار. دابا الحمد لله فينا الشميشة. خباركم؟ أو هذه أول مرة كنخرج في الشمس من شحال هذي، الشمس ما شفناهاش. كنفيق كنمشي للخدمة ديريكت، كنشوف غير شوية، هاد 5 دقائق ديال الطريق من الدار نضال صابوي. المهم تلاقاو عند الحانوت. احنا تقريبا وصلنا، وصلنا. هاي اي دوين. اوكي. I want to pay my phone bill. Sure, no problem. Over just the past simple bill, right? Yep. $60. Yep. Okay. Second. And I want to cut my SIM card. SIM card? Yeah, to put on iPhone. Okay. Because this phone. You want me to cut it for you? It's a $5 fee to do the SIM cut. Exactly for the iPhone. You want me to do that? Yeah. Okay, no problem. Thank you. Okay, what's your phone number? 347-634-2028. Yep. So that's 347-634-2028. Yes. Good. All right. So that's 60 and you want me to cut, right? Yes. So that's going to be 65. Don't want to come home. I got you. Hola, mommy. Hi. Hi. How you doing? I'm good, thanks.
وبعد ما كيما شفتو كنت عند مول التليفونات ولكن فهمتي ورقني كنصور وقال لي لا تصورني لا تصورني من حقي الا يصور من حقه ما يتصورش المهم علي الحلاقه هو ليه ما هو عفط القضيه عامره شويه عفط احنا مغاربه قديمه في الخط الاحمر ما عندناش المشكل الله سالينا من الحلاق عشرني معطل على الخدمه وبزاف خصني الله نمشي للدار نجري ما غاديش على الدار غنمشي ان شاء الله للدمام خصني نجري للدران المهم ديديكاس هذا القهوه في الاخر ديال الفيديو غادي نديرو من بعد دابا خصني نمشي للخدمه يلاه غنديرو في البريك ديالي ان شاء الله يلاه السلام عليكم الشباب ما تنساوش بارطاجيو جيم وراني يا سمان كلشي ديال الله اتوقع لي واحد البلان دابا مكش عند الحلاق عنده الساعه زايده ساعه على قدها مسخوط وريدي وانا هو كيحسن لي وانا كنشوف الساعه وكيحسن وانا كنشوف الساعه خصني نخدم مع ثلاثه وكتبان لي جوج ونص جوج وربعة وربعين على الله سير عليا وانا نبدا نجري مشيت للصابواي دخلت للصابواي دزت المحطه الاولى عاد رديت البال للتليفون لقيت منزل يالله جوج قل 10 ويلي لا جوج قل 10 كيفاش البلان قلت التليفون الاخر كذلك ونقول ويلي والله يتحشم وشي كنجريني والمحطة بعيدة على الحلاق وما مشيتش للدار وخصني ندوج وكذا المهم ضربت محطة وسويتشيت للجهة الاخرى وشديت رجعت عاوتاني للدار المهم دابا انا غادي للدار وان شاء الله ديديكاس ملي يكون غادي للخدمه يلا ارا ليا بالنسبه للديديكاس حاب ديديكاس انا قلنا في الاول 15 ولكن نقدروا نزيدوا شي وحدين المهم على حسب صاحبي على حسب الحلقه صبحت مريض شويه اليوم ولكن ما كاين مشكل نبداو المهم كاين معنا الامريكا زيكاج ادولف علي طارق عمري حمزه الربوحي يونس سابق سيمو الجي حسن فانسنس تنميرت يونس امرير ياسين حمدي ادوارد اقيم كاظم عبد الرحيم ياسين كرينوا حمزه اشرا جاوي محسن المورفين عصام الدين ايمن ابراهيم الحسن بقادي طارق نصيف محسن مدهاوي محمد الاحمدي اي شويه ولكن ما كاين مشكل محمد امين الزياتي سعد امراوي جمال بن عبد الله ابي زكريا محمد شيباني محمد شيباني عبد الهادي او ماي جاد مشبوه عبد الهادي عثماني يونس مو عادل رشاد امين امسي حسن وطالب يوسف بالحاج عمر يوسف اوزيل اسماعيل فالكون ايوب متوكل حسن بن علي يوسف الزبيري ما عرفت اخويا سميتك اسمح لي كنيتك زعما المهم فرانكو دا سيلفا الخاوة كنشوفك اخي
يونس لون لوان غاري اشرف القرشي خويا وحبيبي كامارا كامارا سفيان اخويا ما كاينش معايا تيتيز باش بغيت تيتيز ولكن ما غلب الله فهمتي اخوك محافظ فهمتي المهم كامارا جيهان نجوى السعديه سكينه تاعي المهم هادو الناس اللي طلبوا ديديكاس وان شاء الله خليكم متابعين لاباج و ديروا سبسكرايب في لاشين وان شاء الله الجديد يلا السلام عليكم.